السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering. معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. لنا اليوم ننتهي إن شاء الله من المحور السادس وهو الباسيف سيركت إليمنتس في الفريكوينسي دومين، وننهي إذن هذا المحور بأمثلة تطبيقية لفهم كيفية إيجاد العلاقة بين الفيزر كارنت والفيزر فولتج للباسيف إليمنتس. إذن في المثال الأول ننتبه مع بعضنا، عندي هنا إندكتر، هذه قيمة الإندكتنس 20 ملي أمبير، وقيمة التيار الكهربائي الذي يمر في هذا الإندكتر هي على هذه القيمة. نلاحظ أن هذا التيار أعطي لي في التايم دومين. المطلوب مني إذن استخراج قيمة الرياكتنس والإمبيدنس لهذا الإندكتر، استخراج الفيزر فولتج، ثم استخراج قيمة هذا الفولتج لكن في التايم دومين. ولنفهم ونركز في هذه المعطيات، طلب مني أهم شيء واستخراج الجهد في التايم دومين، أعطي لي التيار الكهربائي. من سوف يكون صعب إيجاد هذا الجهد في التايم دومين عن طريق التيار، وبالتالي طريقة أسهل لإيجاد هذا الجهد سوف نمر بالفيزر. إذن عندي هنا قيمة الـL، عندي قيمة الإندكتر، كيف أقوم بإيجاد الـXL كما رأيناها في السلايدات السابقة؟ إذن هي أوميجا ضارب L، قلنا أنه الرياكتنس بصفة عامة، عندي الزد هي ريزيستنس مع رياكتنس، وهذه الرياكتنس نوعان، عندي XL وXC، يعني عندي ZL وعندي ZC. لا نتحدث على XR لأن XR صفر، فتكون إذن الإمبيدنس بالنسبة للمقاومة R، ما ليس عندي تخيل. نرجع إلى الXL والXC، عندي إذن نوعان للرياكتنس. الXL رأيناها أنها تساوي إذن GXL هي إذن G أوميجا L، يعني الXL هي أوميجا L. عندي قيمة الأوميجا، عندي قيمة الـL، فأتحصل على الXL هي 200 أوم، يعني الزد كما بينت هنا ليس عندي حقيقة للزد L، إنما عندي فقط تخيل وهو هو الإكس L. إذن الزد L هي التخيل للزد لتكون على هذه القيمة. الآن حتى أقوم باستخراج الفيزر فولتج أطبق القانون والعلاقة التي رأيناها بالنسبة للملف في الفيزر. إذن الـV تساوي هي ZL ضارب الفيزر كارنت. كيف أستخرج ZL؟ تحصلنا عليها في الفقرة B. الفيزر كارنت سأستخرجه من قيمة التيار في التايم دومين. إذن الفيزر كارنت ماذا يساوي؟ هو قلنا عنصران، الامبليتيود كم إذن للفيزر كارنت؟ هي 10
إذن سالب 2، والزاوية كم؟ هي 30 ديجري. إذن أقوم هنا بعملية الضرب لأتحصل على الفيزر فورتج في الاندكتر، والآن سيسهل لي استخراج قيمة الجهد في التايم دومين. هو إذن عندي نفس الأوميجا. ماذا بقي لي؟ عنصران الآن بقي لي. الامبليتيود استخرجناه من الفقرة سي، والزاوية كذلك من الفيزر فولتج. نمر الآن إلى المثال الثاني، وهنا عندي مكثف قيمة كثافته 5 مايكرو فاراد، عندي قيمة الجهد. المطلوب مني وأهم شيء هو في الفقرة دي استخراج قيمة التيار الكهربائي في التايم دومين. ماذا سوف أفعل؟ سوف أمر بالفيزر كارنت لاستخراج التيار الكهربائي في المكثف. بصفة عامة نعرف أن التيار ماذا يساوي؟ هي قيمة عندي امبليتيود كوساين أوميجا تي مع زاوية. المجهول هنا عندي الماكسيمم كارنت والزاوية. بالنسبة للأوميجا هي نفس الأوميجا للجهد. كيف سأستخرج الآي ماكسيموم والزاوية؟ سأستخرجه من أين؟ من الفيزر كارنت. عندي امبليتيود وزاوية. إذن حتى أستخرج الفيزر كارنت في المكثف، إذن السؤال الأول استخراج الرياكتنس في المكثف، رأيناها في السلايدات السابقة على هذه القيمة، أطبق فقط وأعوض. ثم الزد سي كما رأينا وكما قلت أن الإمبيدنس على ثلاثة أنواع حسب المكون الكهربائي. بالنسبة للمكثف عندي زد سي، هذا هو المكثف. قيمة هذه الزد سي هي جي اكس سي، وقيمة الاكس سي هي الرياكتنس على هذا الشكل. الآن كيف أستخرج الفيزر كارنت في المكثف؟ أطبق القانون، هو الفيزر فولتج على الزد سي. الزد سي من الفقرة بي، والفيزر فولتج أستخرجه مباشرة من التايم دومين للجهد. إذن عندي امبليتيود وزاوية، هذه الامبليتيود وهذه الزاوية. أقوم هنا بالقسمة، بالبولار تكون سهلة القسمة. إذن 30 على 50 هي 0.6. هنا هذه الزاوية كانت سالب، إذا صعدت إلى الأعلى تصبح موجب، فتكون 90 موجب 90 مع 25 لتحصل على 115 ديجري. والآن سهل، عندي الامبليتيود كم؟ هي 0.6. الزاوية كم؟ هي 115 ديجري. إذن أعوض في قيمة التيار الكهربائي بصفة عامة، وهي 0.6 كوساين نفس الأوميجا، وهذه هي الزاوية. مثال آخر هنا، عندي مقاوم كهربائي، عندي مكثف مرتبطان بفولتج سورس في التايم دومين. المطلوب مني استخراج قيمة الجهد في المكثف وقيمة التيار الكهربائي في هذه الدارة. إذن سوف أمر بالفيزر حتى أستخرج الـ V والـ I. يعني هذا
الرسم سأحوله إلى فيزر أول خطوة، فتصبح مصدر الجهد هذا من التايم سأحوله إلى ماذا؟ إلى فيزر امبليتيود وزاوية، الزاوية هنا صفر. إذن هذه هي الفيزر للفولتج. المقاوم كان 5 أوم، قلنا لو نحول الآر من التايم إلى رسمة الفيزر، الآر هي آر فتكون 5 أوم. هنا عندي قيمة السي أين؟ في التايم دومين، أحولها إلى ماذا؟ إلى إذن زد سي أو أكس سي. كم قيمة هذه الأكس سي؟ هي 1 على أوميجا سي. عندي الأوميجا كم هي؟ 4. أقوم بضربها في قيمة الكاباسيتن 0-1 لأتحصل على قيمة الأكس سي، وبالتالي أصبح عندي الآن ماذا؟ فولتج سورس في الفيزر، وهو ماذا؟ 10 والزاوية 0 ديجري. وعندي هنا زد، الزد هذه عبارة على ماذا؟ عبارة على عندي هنا مقاوم سيريز مع مكثف، يعني عندي R مع جي اكس سي، R مع جي اكس سي لأتحصل على هذه الزد. إذا هذه الزد كم تساوي؟ 5 سالب جي 2.5، الوحدة ماذا؟ هي أوم. إذا هنا أرجع للمطلوب ولا ننسى المجهول، هو عندي المجهول هو قيمة التيار وقيمة الجهد. إذا التيار يصبح هنا فيزر لأن مررنا من التايم إلى الفيزر، والجهد هو جهد الفيزر. إذا بالنسبة للتيار الكهربائي في الفيزر ماذا يساوي؟ هو قانون الأوم، إذا هو VS، هذه الـ VS سميناها VS على الزد. إذا VS على الزد، عندي الـ VS، عندي الزد، أقوم بالقسمة، وبعد ما أحول من الريكتانجلر إلى البولر أقوم إذا بالقسمة لأتحصل على الفيز كارنت، وبالتالي سهل جدا أحوله إلى التيار الكهربائي يكون في التايم دومين. هذه الامبليتيود وهذه الزاوية مع المحافظة على نفس الأوميجا للمصدر الذي فرض علينا قيمة الأوميجا وهي 4. الآن كم قيمة الجهد؟ قلنا سوف نستخرج عن طريق الفيزر أولا في المكثف ثم نحوله إلى التايم دومين. إذا هنا قيمة الجهد في المكثف هي زد سي ضارب اي. عندي قيمة التيار الكهربائي في الفيزر، وعندي الزد سي قمنا باستخراجها. إذا يبقى فقط تطبيق القانون ونستخرج قيمة الجهد الكهربائي في المكثف. هنا أردنا استخراج الـ V في المكثف، نطبق قانون كما قلت الأوم، الـ V هي ZC ضرب قيمة التيار. التيار استخرجناه هنا، و ZC ماذا تساوي؟ هي 1 على جي أوميجا سي، هذه زد سي. إذن استخرجنا الزد سي في هذا السؤال، ولا نخلطها بالزد لأن الزد هنا هي عبارة على الآر مع الأكس سي، إنما في السؤال أردنا فقط استخراج الفي في المكثف وليس في
الزد توتال. فطبقت إذن القانون واستخرجت إذن الفي، ثم حولتها إلى التايم دومين. المثال الأخير هو نفس تقريبا المثال السابق، لكن فقط عوضنا إذن قيمة هذا الاندكتر، كان في المثال السابق مكثف، عوضنا هنا باندكتر قيمته 0.2 أوري. المطلوب استخراج قيمة التيار الكهربائي في السيركت وقيمة الجود في هذا الملف، مع علمنا بمصدر التغذية 5.10 تي. بنفس الطريقة نستطيع استخراج قيمة الجهد وقيمة التيار الكهربائي في التايم دومين. لا ننسى الخطوات المتبعة هي نفس المثال الثالث، وهو تحويل هذا السيركت من التايم إلى ماذا؟ إلى نفس السيركت إنما في الفريكونسي، يعني هنا عندي زا امبليتيود وزاوية، يعني 5 والزاوية كم هي؟ 0. الار هي ار، وهنا الاكس ال هي ماذا؟ هي جي اوميجا ال، يعني زد ال حقيقة، ليس عندي حقيقة، عندي فقط تخيل. الأوميجا كم قيمتها؟ هي 10، وعندي قيمة الاندكتر 0.2 لأتحصل على الاكس ال، يعني أتحصل على الزد ال. وبنفس الطريقة إذن أستخرج الفيزر كارنت، عندي هنا هذا السيركت هو نفسه، سوف يصبح الفيزر فولتج هنا، وعندي زد توتال. هذه الزد توتال عبارة على الار مع ماذا؟ مع جي اكس ال، والتي سميناها زد ال. من هنا استخرج الفيزر كارنت، و باستخراج الفيزر كارنت أستطيع مباشرة استخراج الفيزر فولتج، ومن ثم تحويله إلى التايم دومين.